الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم متابعي قناة مورا سوفت. أنا سمير جمال. إن شاء الله ده الدرس رقم 34 من كورس إنشاء برنامج المستشفيات بلغة البي اتش بي مع استخدام فريم ورك لارافيل. درس النهاردة إن شاء الله هو إن إحنا هنبدأ نكريت الموظفين بتاع قسم الأشعة. طبعا في الدروس السابقة قدرنا نخلي إن الدكتور يقدر يحول المريض على قسم الأشعة أو يحوله على قسم المختبر. طيب بعد ما حوله على قسم الأشعة إيه اللي هيحصل؟ المفروض إن موظف الأشعة هيدخل يشوف إيه المطلوب اللي الدكتور محوله عليه، وبعد كده يبدأ يعمل الأشعة بتاعته، وبعد ما يخلصها فبالتالي عايز يرفع الأشعة ديت عشان الدكتور يبدأ يشوفها. طيب عشان الكلام ده يحصل لازم يكون عندنا موظفين لقسم الأشعة. طيب دي رقم واحد. رقم اتنين، لازم يكون لهم جارد خاص بيهم عشان يقدروا يدخلوا على داشبورد خاصة بيهم، وده اللي احنا هنشوفه ان شاء الله بإذن الله في درس النهاردة. طيب اللي احنا هنعمله بشكل بسيط وشكل مختصر، نحن هنعمل update insert delete لموظفين قسم الأشعة، وبعد كده إن شاء الله هنبدأ إن احنا نظبط الجاردد بتاعتنا ونبدأ نجرب أول عملية لوجن، وبعد ما نظبط عملية اللوجن بعد كده إن شاء الله في الدرس الجاي هنبدأ نظبط الداشبورد بشكل كامل بإذن الله. طيب أول جزئية هنعملها دلوقتي إن احنا عايزين نبدأ نعمل جدول للموظفين بتوع قسم الأشعة. تمام. طيب عشان نعمل جدول بالتالي هيكون عندنا موديل وهيكون عندنا انترفيسز وعندنا ريبوزيتوري. طبعا بالنسبة لك الكلام ده مش عايز اقولك حرفيا انت بقيت راجل حرفيا محترف في الكلام ده، ومع ذلك انا ايه حبيت ان انا اعمله قدامك بحيث ان احنا نراجع اكتر بشكل كبير. طيب احنا دلوقتي هنبدأ ننشئ موديل، بس نقوله بي اتش بي ارتيزان ميك موديل. انا عايزك تعمل موديل اسمه ري امبلويه، وهيكون معاه هتعمل لي مايجريشن. تمام، عشان يبدا ان هو ينشئ لي الموديل بتاعي، وفي نفس الوقت بعد ما ينشئ لي الموديل ان هو يعمل لي الجدول بتاعي. تمام. هو كده دلوقتي انشا الموديل خلاص وابدا ينشئ الجدول بتاعي اهوت. هنروح هنا على الداتابيز مايجريشن ونروح على الجدول بتاعنا اهوت. ده الجدول بتاعنا. تمام، خلينا نجيب بس نجيب البيانات. طبعا بالنسبه لك الكلام ده انا عايز اقول لك حرفيا خلاص انت راجل عديت المراحل دي، وبالنسبه لك زي ما بيقولوا لعب عيال. شايف الجدول اللي احنا عملناه في الادمنز هو بالظبط على طول هيكون عندي. ايه اللي هيكون معايا في الجدول؟ هيكون عندي النيم وعندي الايميل وعندي الفيريفيكيشن ايميل عشان في وقت من الاوقات لو انت عايز تعمل فيريفيكيشن ايميل عليه، والباسورد والتوكن بتاعي. تمام. عايز تزود كولومز من عندك، عايز تبدع انت، لك حريه الاختيار، ودي حاجه ترجع لك. تمام. بعد كده هنوقف التيرمينال ديت ونقول له هنا PHP Artisan Migrate عشان يبدأ يحط لي الجدول بتاعي فين في الداتابيس. الله ينور عليك. طيب دي أول خطوة. يبقى احنا كده أنشأنا الموديل بتاعنا، وبعد كده بعد ما أنشأنا الموديل أنشأنا الداتابيس بتاعتنا اللي هو الجدول. بعد كده نروح رايحين على الانترفيسز كده وننشئ الانترفيسز بتاعتنا على السريع كده اختصارا للوقت. هنختصر الكلام ده، احنا عدناه أكتر مرة ومع ذلك برضو ايه انا بعمله قدامك يعني. تمام، هنا اقول له هنا ري امبلويه، هاجي هنا في الانترفيسز افتح فولدر جميل كده، وهنا نقول له الفولدر بتاعنا سميته ري امبلويه. طبعا سمي لك حريه الاختيار بقى في المسميات، دي حاجه ترجع لك. انا يعني مش عايز اقول لك حرفيا انت لك مترك الحريه يعني. تمام، هقف جواه هنا كده واقول له انا عايزك تعمل لي تمبلت من نوع انترفيسز وهتسميها ري امبلوي انترفيسز. كلام جميل، واضغط هنا اوكي. تمام. ايه اللي هيكون في الري امبلوي ديت؟ هيكون عندي اندكس وستور وابديت وديستروي. كلام جميل، هنيجي هنا نقول له حط لي الفانكشن بتاعتنا دي. طيب كده احنا انشأنا الايه الانترفيسز بتاعتنا. الله ينور عليك. هنروح رايحين على ايه على الريبوزيتوري. كلام جميل، شايف الفولدر دي ممكن ناخدها كوبي كده او ناخد اسم الفولدر. ممكن نيجي هنا ريسيكتور هذا الريفيكتور اهو،
ناخد الاسم بتاعنا، عشان لما اروح على الريبوستري انا كده واقف على الريبوستري هقول له لو سمحت انا عايزك تعمل لي فولدر جديد، وبعد ما تعمل لي الفولدر الجديد هيكون اسمه ريبوستري، هيكون ري امبلوي ريبوستري اهو بي اتش بي. طبعا ده منه هيكون نوع كلاس، ولو سمحت هنا اعمل لي امبلمنت للكلام ده للري الانترفيس بتاعتي عشان يجيب لي الفانكشن بتاعتي كلها. وطبعا موافق، طبعا الرساله اللي جت لي ده عشان الجيت هاب، فما تشغلش بالك بيها مش هتجيلك. انا واحد من الناس ما بحبش المصاري يتكتب بالشكل ده، بحب اعمل له امبورت، وانت لك حريه الاختيار برضو تمام عشان يبدا يجيب لي الفانكشن بتاعتي ويجيب لي كل الكلام ده. تمام، معنى ان انا عملت انترفيسز وعملت ريبوستري. الله ينور عليك، سبقتني انت في الخطوه ديت. المفروض فعليا على طول هروح رايح فين على الريجستر وابدا ان انا ايه اضمنهم. تمام، طبعا احنا بنضمنهم هنا فين؟ في الادمن، لان احنا هنعمل الحاجات ديت من الادمن. كلام جميل اهو، ادي الانترفيسز بتاعتي وادي الريبوستري بتاعي. وما انساش هنا ان اقول له امبورت وهنا امبورت. كده انا عملت له ريجستر، خلطت. كلام جميل كده، ظبطت الدنيا كلها وادي الانترفيسز بتاعتي هنا. تمام، طيب الخطوه اللي بعد كده ايه يا باشمهندس؟ بعد ما عملت الانترفيسز وعملت الريبوستري، المفروض دلوقتي فعليا هيكون عندي ايه؟ الله ينور عليك، هيكون عندي راوت وكنترولر. ممتاز، حلو قوي. يبقى احنا نروح على الراوت الاول، نروح على راوت على الباك اند. احنا دلوقتي شغالين فين؟ الله ينور عليك، شغالين في الباك اند في الادمن. كلام جميل، حلو. بعد البيمنت مثلا خد البيمنت بعدها، خلينا ناخد بس الراوت بتاعنا، او خلينا قبل ما ناخد الراوت خلينا ننشئ الكنترولر الاول. هاجي هنا اقول له، اتاكد بس احنا المسار بتاعنا هيكون ايه، اب اتش تي تي بي كنترولر داشبورد. يبقى انا هقول له هنا ميك كنترولر، وقلنا له الداشبورد هنا، وهنقول له هنا كان اسمه ايه، خلينا بس اخد الاسماء على السريع، كان اسمه ري امبلوي كنترولر. كلام جميل اهو، هنا قلت له بي اتش بي ارتزن ميك كنترولر. المسار بتاعك جوه الداشبورد هتدخل تعمل كنترولر اسمه ري امبلوي كنترولر، وتعمله من نوع ايه؟ ريسورس. الله ينور عليك، حلو قوي اهو، نزل معايا هنا على طول مباشره. تمام، قبل ما اعمل الكلام ده كله اروح رايح على الراوت بتاعتي في الباك اند، ادخل بس اجيب ناخد هنا الايه، ناخد هنا الراوت بتاعنا، خليه هنا مثلا هنا، ايا يعني كان باختار المكان اللي انت عايزه. انا عملت راوت اهوت اسمه ري امبلوي، وده الكنترولر بتاعي، وقلت له لو سمحت انا عايزك تعمل لي امبورت للكلام ده. الله ينور عليك، نروح على الكنترولر بتاعنا. هذا الكنترولر بتاعنا، انا واحد من الناس ما بحبش الكومنت دي، تعمل لي زحمه على الفاضي. طيب انا هناك كان معايا ايه عشان نبقى احنا عارفين ايه الموجود معايا هناك؟ انا كان معايا الاندكس، مش معايا الكرييت، لان احنا بنعملها عن طريق ميدوله. عندي الستور اوكي، ما عنديش شو، ما عنديش اديت، انا كده كده هقدر اعمل اديت عليهم، وعندي الابديت وعندي الدستروي بتاعي هنا. كلام جميل، حلو قوي. بعد كده المفروض ايه اللي هيحصل؟ المفروض ان انا ابدا اضمن ايه الانترفيسز بتاعتي عشان يبقى انا ايه الامور كلها تمام عندي. تمام، هاجي هنا بمنتهى البساطه، انا عملت هنا برايفت امبلوي، وبدات ان انا اقول له هنا الانترفيس بتاعتي هتشاور على المتغير اللي اسمه امبلوي. تمام، المفروض هنا نجي هنا زي الشاطر اقول له هنا لو سمحت انا عايزك تعمل لي ريتيرن this. طبعا this ايه؟ انا بنده على الامبلوي اللي فوق، اول ما انده على الامبلوي اللي فوق على طول هو هيبدا يفهم ايه الحاجات اللي جوه الانترفيسز بتاعتها. قلت له انا عايزك تجيب لي الاندكس. كلام جميل، انا بنده على الكنترولر هنا عشان ما اقعدش كل شويه ان انا ايه اتعب نفسي. تمام، هاجي هنا في عمليه الستور، عمليه الحفظ، المفروض الحفظ دي بتاخد بارامترز ايه؟ الريكوست. الله ينور عليك. طيب هنا في الكرييت، هذا الابديت، المفروض الابديت اللي بيحصل معايا بتاخد ريكويست وبتاخد ايه بارامتر تاني. حتى لاحظ اهو بيقول لي ريكويست والاي دي. ممتاز، الله ينور عليك.
طيب بعد كده الديستروي، خلينا ناخد دي كده كوبي على السريع اهوت، هنروح على الديستروي نقول له الديستروي هنا، قام يقول لي الديستروي بتاخد الاي دي بس. كلام جميل حلو قوي كده. دلوقتي انا ضمنت الكنترولر بتاعي عشان تبقى الدنيا بالنسبه لي خلاص تمام زي الفل، عشان ما اقعدش ارجع للكنترولر كده. تمام. طيب الخطوه اللي بعد كده ايه يا باشمهندس؟ خطوه بعد كده ان انا هروح على اخد هنا كوبي كده واروح هنا زي الشاطر اقول له ريسورس فيو، احنا كنا في الداشبورد وكان عندنا لي اوتس وكان عندنا المين سايد بار، وطبعا المين سايد بار ديت لسه هيكون فيها شويه شغل كمان فما تستعجلش. هنا هندخل على الحسابات، دي الحسابات ما عندناش محتاجين حاجه، شيل دي خالص عشان ما نكبرش الدنيا. وهيكون عندنا هنا ناخد هنا الصفحه دي هنا بس عشان بس ابقى ماشي بالمسار الصح، هنا اسرع، هنا كلمه فورمز دي اللي هي دي. تمام. هنغيرها نخليها نقول مثلا اشعه. تمام. طبعا بقى انا قلت لك انت بتشتغل ترجمه فانت هتكون مترجم كل الكلام ده، يعني اوعى تفكر ان انا ماشي كده ايه بالعربي وخلاص. تمام. تمام. في عندي اقتراحين، ايه هما الاقتراحين؟ اول جزئيه انا هعمل هنا قائمه الموظفين، دي رقم واحد. رقم اتنين عايز هنا اقول له قائمه الكشوفات. لو انا كادمن عايز اشوف الكشوفات بتاعت الاشعه، عايز تعملها اهلا وسهلا، مش عايز تعملها لك حريه الاختيار. تمام. تمام. هنا اقول له انا عايزك تروح على، هتنادي على الراوت اللي هو اسمه ايه، الله ينور عليك، اسمه ري امبلوي دوت اندكس. تمام. تمام. المفروض لو انا رحت على الانترفيسز بتاعتنا كده، رحت على الريبوستر اسف وقلت له هنا ريتيرن واحد، ارجع لي بقيمه واحد اول ما اجي ان انا اضغط على الاشعه وادخل على الموظفين. لو رجع بواحد يبقى انا صح. تعال هنا كل اسم الاشعه نقول له قائمه الموظفين، حلو، رجع بواحد يبقى احنا الراوت بتاعنا صحيح والدنيا بتاعتنا زي الفل وامورنا كلها تمام ولوز اللوز. حلو قوي. طيب خليني بس على السريع كده عشان بس انا عندي هنا فولدرات انا مجهزها، اخدها اسرع يعني عشان تاخد وقت ما تاخدش مننا وقت. في الهوسبيتال عندي ريسورس الفيو، في الداشبورد عندي حاجه اسمها ري امبلوي، هقول له هنا كوبي ونروح على المشروع بتاعنا نقول له ريسورس فيو داشبورد ونحط الفولدر. طبعا الفولدر اللي انا حطيته ده اللي هو بتاع ابديت انسيرتد ليت والميدولا بتاعتي وكل الكلام ده، بالنسبه لك خلاص انت راجل فاهم كل الكلام ده يعني. تمام. تمام. هاجي بمنتهى الشياكه كده على السريع، خليني ابدا اظبط اول جزئيه، ناخد بقى الريبوستري بتاعنا هذا في الري امبلوي بتاعنا وناخد اول جزئيه، ناخد هنا كوبي كده ونفهم الجزء بتاعنا ايه اللي هيحصل فيه. في الاندكس هنا انا قلت له دلوقتي انا عملت متغير اسمه ري امبلويز، المفروض دلوقتي هيجيب كل البيانات من الجدول بتاعي ويرجع على الداشبورد على الفولدر على الاندكس وياخد المتغير معاه. تمام. تمام. تعالى كده نعمل ريفرش او تعالى نضغط هنا اهوت وعلى طول هيبدا يفهم. المفروض يرجع لي هنا على قائمه الايه اهو، ادى الاسم، بريد الكتروني، تاريخ الاضافه والعمليات بتاعي، وده قائمه الموظفين. عايز اضغط هنا نزل لي هنا الموظف الاولاني، هبدا اعمل انسيرت في الداتابيس. طيب خلينا الاول دلوقتي نعمل كود الستور على السريع، كود الحفظ، ادى التراي والكاتش بتاعتنا، ادى التراي والكاتش اهو، ادى التراي والكاتش. المفروض ان انا رحت على الايميل، هضيف الايميل والنيم والباسورد اعمل له هاش، ما انساش ان انا اعمل امبورت الهاش، في ناس بتعمل غير كده. وهنا السيف دي متكرره مرتين نشيلها. كلام جميل. ونضغط هنا ريفرش نشوف بس الموظف ده هيتضاف معانا ولا لا. عندنا موظف مثلا هنا اسمه وليكن سي مثلا احمد خالد وليكن سي مثلا، وده الايميل بتاعه اسمه كي @yahoo.com مثلا،
والباسورد بتاعه 1 2 3 4 5 6 7 8. طبعا انت تقدر تعمل كونفيرم للباسورد وكامل كله، بس انا اختصرت يعني المسافه اكتر. المفروض فعليا دلوقتي يرجع برساله ان تم الحفظ بنجاح. اهو تم الحفظ ورجعت البيانات بتاعتي. عندي موظف اسمه احمد خالد، ده الايميل وده اتضاف من امتى. عايز اعمل عمليه ايديت. تركز بقى في عمليه الايديت عشان فيها لعبه انا اعملها لك لاول مره، يمكن تكون جديد عليك ويمكن بعض الناس تعرف. طيب باشمهندس، دلوقتي انا لو عايز اعدل هنا ماشي، لو انا رجعت الباسورد هنا فعليا مش هيرجع لي. بص تعالى كده بس اوريك حاجه، انا عايز اوريك لعبه عشان تفهمها ازاي. عايزك تفهم لعبه كده عشان تستوعب ايه اللي هيحصل عندي. بص تعال كده نروح على الريسورس، على الفيو، على الداشبورد، على هنا في عمليه الايديت، في المدوله بتاعت الايديت، في دي الداشبورد صح. وقف بس دي كده الجزئيه دي خالص بعد اذنك، وخليها لي هنا فاليو يرجع لي بالباسورد اللي جاي من الداتابيز. قول لي هنا BASSWORD، وقول لي هنا من نوع تكست، بس انا عايز اشوفه بس من نوع تكست. تمام. تعال كده بس انا عايز اوريك حاجه، يعني عشان ايه اخليك تفهم لعبه جديده ممكن تكون جديده عليك وممكن ناس تعرفها. لو ضغطت هنا لاحظ الباسورد اللي جاي لي من الداتابيز متهيش لانه معمول له هاش. طب انا دلوقتي الراجل ده عايز اعدل عليه، حلو. انا بقى عايز اعدل عليه بالبلدي كده، عايز اقول له لو الباسورد انا عدلت فيه عدل، ما عدلتش فيه احتفظ بالباسورد القديم. تاني الراجل ده دلوقتي انا عايز اعمل ايديت على اسمه، لو ضغطت هنا هيجيب لي الباسورد بتاعه هنا. طب انا مش عايزه يتهيش اصلا. افرض دلوقتي انا مش عايز الباسورد ده يتعدل اصلا، انا كل اللي عليا انا جاي اعدل احمد خالد تعديل، وهنا انا عايز اقول له بالبلدي لو شفت كلمة المرور فاضية معنى ذلك ان انا بقول لك ما تعدلش الباسورد وسيبه على قديمه. قال لي كلام جميل. قلت له بس لو انا عدلت وكتبت حاجة جديدة يبقى عدل. بس احنا عايزين نلعب اللعبة دي. نلعب اللعبة دي ازاي بقى باشمهندس؟ اول جزئية لاحظ حاجة كمان برضو انا عاملها لك من ضمن الحاجات اللي انت ممكن يعني تغلبك شوية. شيل بس الكلمة دي وتعالى نفهم كويس. انا جيت دلوقتي عملت ريفرش، تمام. انا عايز برضو ايه اقول لك تريكات ممكن تكون صغيره بالنسبه لك بس هتفيدك يعني. وجيت عايز اعمل ايديت، كلام جميل. احيانا الجوجل كروم هنا بيبدا يجيب لي الملفات الباسوردات اللي في الكوكيز بيجيبها لي هنا، تلاقي مثلا الباسورد مكتوب هنا مع انك اصلا انت مش كاتبه باسورد ولا كاتب اي حاجه، فانت عايزها بالبلدي كده تجي لك فاضيه. طب تجي لك فاضيه ازاي؟ طبعا عشان انا عندي من الجزئيه دي، فهتعمل اوتو كومبليت وتقول له نيو باسورد عشان هو يبدا يفضها لي هنا، عشان لو المشكله دي ظهرت معاك. حلو قوي. ركز بقى في اللعب اللي جاي. ركز في اللعب اللي جاي. انت يا باشمهندس قلت لي حاجه، قلت لي ايه؟ قلت لي انا عايز اقول له لو الباسورد جاي لك مش فاضي احفظه في الداتابيز، ولو فاضي احتفظ بالقديم. يعني ايه يا باشمهندس بقى اللعبه الجميله دي؟ اقول لك اللعبه دي الجميله دي حاجه، تعالى كده ايه نفهم واحده واحده. اول جزئيه انا في عمليه الابديت قلت له لو سمحت انا عملت متغير اسمه انبوت، قلت له ريكويست اول، يعني كل الريكويست اللي جاي لك. قال لي كلام جميل. قلت له بس استنى بقى، صبرك عليا وحلمك عليا، انا هعمل اف كونديشن جميل كده. قلت له اول حاجه قلت له اف امتي، يعني الباسورد اللي فيه الريكويست ده مش فاضي، يعني انا بالفعل حطيت باسورد في اللحظه دي. قلت له انك هتبدا تعمل له هاشنج وتسيبه معاك على جنب كده. قال لي ماشي حلو. قلت له استنى إلس والا، طب انا ما جيتش ليك فاضي، طب انا ما يعني جالك فاضي. انا هنا في الاول قلت له لو مش فاضي ابدا هيشه، لو مش فاضي يعني معنى ذلك ان انا كتبت باسورد جديد. طب انا ما كتبتش، انا ما كتبتش، عملت حاجه كده اسمها اكسبكت. لو جيت رحت على الهيلبرز بتاعت لارافيل قلت له إلس، قلت له اكسبكت هنا، تعالى كده نعمل امبورت ليها باشمهندس. نعم معلش، الاي ار ار
اكسبكتد ديت يعني انت جبتها منين اصلا؟ يعني هل انت هابدها من مزاجك كده ولا من دماغك ولا كده؟ اقول لك لا والله ما هبدتي من دماغي. امال فين الهبده دي يا باشمهندس؟ اقول لك دي مش هبده ولا حاجه، دي حاجه اسمها هيلبر فانكشن موجوده جوه لارافيل اصلا. في هيلبرز كده معينه لو انت دخلت على الفريم ورك عندك هتلاقي في حاجه اسمها هيلبرز موجوده عندك اهيت، لو انت ضغطت عليها هتلاقي في حاجات كتير ممكن انت في وقت من الاوقات تستخدمها. يعني ممكن دلوقتي احنا بنستخدم الاكسبكت، ممكن انت بعدين فاكر لو تتذكر في وقت من الاوقات ان انت كنت بتعمل كونفج باس وتعمل مش عارف ستورج باس وتعمل مش عارف ايه، ما كل دي هيلبر اصلا جوه اللارافيل اللي هي بتعملها. لما كنت بتعمل اس تي ار ليميت ان انت تحدد ليميت معين مش عارف لايه تقول له اس تي ار مش عارف ريبليس مش عارف كل الكلام ده انت تقدر تعمله. فاحنا استخدمنا حاجه، وعندك برضو حاجات اسمها الافتر والافتر لاست، ودي حاجات هيلبر جوه لارافيل موفرها لي. فانا استخدمت الاكسبكتد دي. ايه بقى فكرتها يا باشمهندس؟ انا قلت له بالبلدي انت عامل متغير فوق هنا اسمه انبوت، قلت له الانبوت اللي جاي لك لو الباسورد مش فاضي يعني معنى ذلك ان انا كتبت باسورد جديد. قال لي كلام جميل. قلت له ايلس يعني معنى ذلك ان انا ما كتبتش. قلت له شايف الانبوت دي؟ قال لي اه. يعني بالبلدي كده عارف الريكوست اول ديت، انا بقول له كل الريكوست اول ما عدا الباسورد شيله بقى، انا مش محتاج الباسورد منه. ايه ده يا باشمهندس التكتكه ديت؟ مش فاهمها. اقول لك واحده واحده، تعالى نفهم حاجه تاني. انا دلوقتي عملت متغير فوق اسمه انبوت، قلت له بيجيب الريكوست اللي جايه من الداتا جايه من الفورمه كلها. قال لي كلام جميل. قلت له السلام عليكم. قال لي وعليكم السلام. قلت له بص يا باشا، لو انا دلوقتي الباسورد الانبوت بتاعت الباسورد مش فاضيه يعني معنى ذلك ان انا كتبت باسورد جديد. قال لي كلام جميل. قلت له ايلس والا انا ما كتبتش. قلت له شايف الانبوت اللي انا معرفها فوق دي؟ الله. قلت له بعد اذنك لو سمحت شيل منها الباسورد واعتمد الباقي. فهو الراجل دخل كده قبل ما يعمل عمليه الانسيرت هيد ما يعمل ابديت هيروح باصص هنا، السلام عليكم حصل عليك تعديل يا باشا؟ اه والله حصل. هيحطه معايا. طب حصل ما حصلش عليك تعديل يا باشا؟ هيروح شايله معايا ويبدا يعمل تعديله. في اللحظه دي انا حرفيا لو عدلت في الباسورد هيعدل معايا بياخد الباسورد الجديد، ما عدلتش باسورد فبالتالي هو هيعترف بالباسورد القديم. رحت عامل هنا ايه؟ قلت له انت هتعمل فايند بالاي دي وبعد كده تعمل ابديت بالانبوت الريكوست دي، طبعا الانبوت احنا معرفينها اهي تمام، وبعد كده ارجع لي بسيشن. طب تعالى كده نشوف الداتابيز عندنا هنا، لو رحنا على الري امبلوي كده خلينا بس نعمل ريفريش عشان نشوف فعلا هو هيعدل على الباسورد ولا مش هيعدل على الباسورد. بص هنا دلوقتي لو رحنا على الري امبلوي فين هنا؟ ادي الري امبلوي تمام. تعال نشوف اخر الهاشنج كام عشان نفهم. اخر الهاشنج جي 6. طيب انا جيت دلوقتي هعمل ريفرش ومش هحط باسورد يلا انا عايز اعمل ايديت على الراجل ده، وقلت له احمد خالد تعديل. طيب ما انساش قبل اي حاجه عشان ما يضربش معاك كونفليكت، بما اني بستخدم الابديت لازم فعليا ايه اللي يحصل؟ الله ينور عليك. هتروح على الاب على الموديل عندي هنا على الري امبلوي، هتقول له بروتكت، تقول له هنا بروتكت انا هعملها جاردد عشان انجز يعني، لكن انت المفروض تعملها فيلابل عشان انت تحدد الكولومز اللي موجوده جوه الداتابيس تمام. تعال نعمل ريفرش تاني كده ونقول بسم الله. خليني دلوقتي هروح اعدل على واحد اسمه احمد خالد تعديل هنا ايا كان تعديل. انا سبت الباسورد فاضيه، معنى ذلك فعليا لو انا سبت الباسورد فاضيه هو هيفضل محتفظ بالباسورد القديم على كلامك يا باشمهندس صح؟ اه. طب تعالى نعمل ريفريش، احنا قلنا الباسورد كان هناك اسمه جي 6 كلام جميل؟ حلو. قال لي هنا تم تعديل وعدل لي على احمد. طيب لو جينا رحنا هنا رحنا عاملين ريفريش كده ونشوف فعلا الباسورد هيتغير هنا ولا لا؟ لاحظ جي 6 ما اتغيرش. طب حلو قوي. رحنا رايحين راجعين تاني بقى قلنا له شيل احمد خد التعديل دي وحط باسورد جديد من 1 لـ 6، 1 2 3 4 5 6، وقلت له تأكيد. معنى ذلك الراجل عدل في الباسورد فبالتالي هيفهم ان في باسورد اتعدل عليه. اذا دلوقتي لازم يعمل ايه؟ ريفرش كده زي الشاطر ونشوف هل فعلا اتغيرت ولا لا. لاحظ بقى واي اي يعني معنى ذلك الباسورد اتهيش من اول وجديد. دي التركه يمكن تكون تركه صغيره بالنسبه لك او ممكن تكون بسيطه بالنسبه لك، بس احيانا ممكن تفرق معاك في وقت من الاوقات جزئيه الباسورد ديت. وده فانكشن ما اخترعناهوش ولا حاجه، موجود جوه اللارافيل. كلام جميل كلام جميل. بعد كده المفروض عندي هنا عمليه الكود بتاع الدستروي، وقلت لك قبل كده اكتر حاجه في حياتك ممكن تكون سهله بالنسبه لك هي عمليه ايه؟ الحذف. الله ينور عليك.
قال عمليه الدستروي بتاعتي، قلت له انها هتروح على الامبلويه بناء على الاي دي اللي انا بصيته ليك. تعال نعمل هنا ريفرش كده ونشوف هنحذف ولا لا. هنا دلوقتي هيجي لي مسج، هل انت متاكد من حذف العمليه احمد خالد؟ ايوه انا متاكد. فبالتالي على طول هيبدا يعمل ديليت، قال لي تم حذف بيانات بنجاح. ادى الايه عمليه الانسيرت بتاعت. طب خلينا بقى ايه نضيفه تاني عشان نبدا نشتغل على الجارد احمد خالد، ونقول له هنا k@yahoo.com. طبعا موضوع الباسورد بالنسبه لك 1 2 3 4 5 6 7 8 كان مزعج لبعض الناس، يعني الباسورد معذره طبعا الباسورد ده كان مزعج لبعض الناس، ان هو دلوقتي لما عايز يعدل على الباسورد كان يعدله ازاي؟ طب يا ترى بيرجع لي متهيش؟ طب دلوقتي افرض الراجل عايز يروح يعدل على بياناته بس ومش عايز يعدل على الباسورد، طب في وقت من الاوقات ممكن يروح يعدل على الباسورد بس ومش عايز يعدل على البيانات. فكنت بتبقى تدخل في موضوع حوسه كبيره بالنسبه لك. انا يعني هو كود بسيط جدا بدات ان انا احل لك المشكله، ودي طبعا كود مش اختراعي ولا شيء، ده هي فانكشن جوه لارافيل بس الا انا استخدمتها ليس الا وخلاص، يعني ده مضمون الكلام. كلام جميل، كلام جميل. طيب بعد كده المفروض فعليا يا باشمهندس احنا كده ظبطنا، ضفنا الموظفين بتوع قسم الاشعه، عايزين نبدا نعمل له ايه؟ جاردد. الله ينور عليك، عايزين نبدا نعمل جاردد له عشان يبدا يدخل بقى ويعمل عمليه اللوجن بتاعه، عشان بعدين بقى نشوف له بقى الكشوفات اللي جايه للاشعه والاشعه يرفع، ويبقى المتعه من اول هنا تشتغل. طيب نروح اول جزئيه، قفل كل الكلام ده عشان ما نتوهش نفسنا. تمام، تعالى كده نطلع فوق زي الشطار كده، ونروح اول جزئيه هنعملها ان احنا عايزين نعمل جاردد جديد. حلو، هنروح على الاوث نقول له اب، او اسف هنروح على الكونفيج، هنروح على الاوث هنلاقي عندنا هنا اد الجاردد. كان عندي واحد اسمه ادمن وعندي واحد اسمه دكتور، صح؟ حلو، هنعمل جاردد جديد جدا اسمه ري امبلوي، ولك مطلق الحريه في الاسماء. تاني، الاسماء دي بتاعتك انت، سمي كيفما تشاء. انا هاجي هنا هعمل جاردد جديد، طبعا خدت ده كوبي وبس، يعني كوبي وبس، غيرت بس هنا ري امبلوي، قلت له انت هتروح على بروفايدر اسمه ري امبلوي اللي هو الجدول بتاعك. يعني معنى ذلك في البروفايدرز هنا يكون عندي البروفايدرز بتاعي متعرف بالجدول بتاعي اهو. اجي هنا زي الشاطر اقول له اد الري امبلوي بتاعتي اهو، اد الري امبلوي اللي هي البروفايدرز اللي فوق. ركز، انا بنده هنا على بروفايدر اللي هو الجدول، فلازم بالتالي اعرف البروفايدر ده هو مين، بيشير للموديل بتاع مين عشان هو يبدا يفهم كده. احنا اول جزئيه يا باشا عملنا ايه؟ عملنا الكارد بتاعنا. طيب قبل ما نعمل اي حاجه نروح على الاب، على الاتش تي تي بي، هنلاقي حاجه اسمها ميدل وير، هنلاقي عندنا حاجه اسمها ايه؟ redirect if authenticated، يعني لو الراجل ده عمل authentication بشكل صحيح ايه اللي هيحصل يا باشا؟ تحوله على الحاجه اللي انا عايزها. الله ينور عليك اهو. هنيجي زي الشطار نقول له هنا ادي الاب http middleware ادي if redirect authenticated، ونضغط هنا، تعال هنا كده، قلت له دلوقتي ركز، هو طبعا عارف في خطا بس انا اقوله لك. قلت له لو الراجل ده اوثنتيكيشن من نوع الجارد ده هتحوله على اللي هي راوت سيرفيس بروفايدر، حاجه اسمها ري امبلوي. طب دي فين يا باشمهندس؟ مش موجوده. ليه مش موجوده؟ المفروض فعليا تكون موجوده فين؟ الله ينور عليك، المفروض تكون موجوده في الراوت سيرفيس بروفايدر، طبعا في البي اتش بي ستورم، عشان لو عايز تدخل على حاجه بتضغط كنترول وتضغط على الحاجه اللي انت عايزها، يعني كنترول واضغط على حاجه عايزها يوديني. كلام جميل، هاجي هنا كوبي كده اهو، خلينا بس ايه نرجع هنا عشان نحط له ايه الراوت بتاعنا. طبعا الكلام ده انت فاهمه وعارفه، يعني اشتغلنا بيه وفهمنا اكتر من مره يعني. تمام، نقول له هنا الاب، هنقول له بروفايدرز راوت سيرفيس بروفايدر، اسف على الراوت سيرفيس بروفايدرز، وناخد هنا الكونستنت بتاعتي، ده ثوابت ما بتتغيرش اهو. كونستنت عندي هنا ادي اسمه ري امبلوي، هيكون داشبورد اسمها ري امبلوي، ولسه هنظبط الراوت ده. كلام جميل، كلام جميل كده. دلوقتي حرفيا ما عادش هيعترض على الكلام ده، حلو، ما بقاش معترض على الكلام. طيب انا عملت دلوقتي يا باشمهندس لو اف اوثنتيكيتد، تمام، هيحول وهيبدا يتعامل مع الريدايركت اوثنتيكيشن اللي هي بتاعه لارافيل، وهنفهم الكلام ده كله وخلاص امورنا كلها تمام. طيب الخطوه اللي بعد كده يا باشمهندس ايه؟ الخطوه اللي بعد كده زي الشاطر ان انت هتعمل كنترولر لعمليه الاوثنتيكيشن. حلو، الله ينور عليك، قفل ده كده، قفل ده كده، ونروح على الاب اتش تي تي بي،
هلا عندنا كنترولر، في عندي اوث، كلام جميل اهو. يبقى انا عايز اعمل كنترولر هنا زي الادمن كنترولر، فاكر الادمن كنترولر اللي انت كنت عملته ده؟ اه هو نفس القصه هنعمله. طيب هنيجي زي الشطار نقول له هنا بي اتش بي، احنا ممكن نيجي هنا كده اسرع نقول له هنا ارجع لنا ميك كنترولر اوث، انا عايزك تدخل لي على نظام الاوزنتيكيشن، كلام جميل، وهات لي الري. طبعا اقدر اسمي نفس الكنترولر، بس الفكره انا هنا في فين، في مسار مختلف، فمش هيعترض ولا هيعمل اي مشكله معايا. قلت له هنا انا عايزك تعمل لي ري امبلوي كنترولر وتحطه لي في الاوزنتيكيشن، مش هيعترض وهيحصل اي مشكله خالص، كلام جميل. حطه لي هنا اهوت اهو. طيب شايف اللي انت عملته في الادمن؟ شايف ده اهو، ولا تزعل نفسك، كوبي الزقه هنا اهو، كلام جميل، كلام جميل. ركز بقى في جزئيه، اول جزئيه هنا انا هنا الريكوست بتاعتي ديت عايزين نغيرها، دي رقم واحد. رقم اتنين انت عندك هنا فين جاردت اهو، انت مش في عندك هنا جاردت في الكونفيج في الاوث، عندك جاردت اسمه ايه؟ اسمه ري امبلويه اهو، حلو قوي. هنا في الكنترولر قلت له اول جزئيه هنا في عمليه الديستروي انت هتطلع منين؟ من الري امبلويه، كلام جميل. وما تنساش ان انا ايه احط الاوثنتيكيشن بتاعي اهو، ادي الاوث، كلام جميل، ده رقم واحد. الراوت سيرفيس بروفايدر اهو هبدا ان انا اضمنه عشان اعرفه ان الراوت سيرفيس بروفايدرز بضمنه، وهنا في عمليه اللوج. طيب انت عندك هنا في الراوت سيرفيس بروفايدر عندك حاجه اسمها ادمن؟ لا احنا مش عايزين ادمن، امال احنا عايزين ايه؟ عايزين حاجه اسمها ري امبلويه اهو، بقول له لو الراجل ده تمام نروح على الري امبلويه اللي انت عارفها، كلام جميل. في عندي هنا حاجه اسمها ادمن لوجن ريكويست صح؟ اه تعالى على الاب اتش تي تي بي، هلا عندي حاجه اسمها ريكويستس صح؟ في ادمن لوجن ريكويست فين؟ اللي هي ادمن كانت في الاوث اهو، ادمن لوجن ريكويست، كلام جميل. خد منها كوبي كده زي الشاطر ونغير بس اسمها، هذا الاب هذا الريكوست، الموضوع اسهل مما تتخيل. خلاص انت بالنسبه لك راجل بقيت محترف يعني، خلاص الموضوع بالنسبه لك بقى موضوع احتراف، تمام. قلت له غير لي هنا الاسم المسمى بتاعي، وقلت له اوكي موافق، كلام جميل. قلت له هنا اب، وما تنساش طبعا ان هنا اغير الاسم فوق عشان هو يبدا يفهم الاسم الجديد، تمام تمام. وهنا دلوقتي عمليه الاوثرايزيشن عشان هو يبدا يشوف يدخل معايا جوايا هنا. وركز ايه هي، انا هنا في الاوثنتيكيتد بتاعتي اللي هي بتاعت لارافيل، انا بقول له لو الجاردد ادمن، لا احنا مش الجاردد ادمن، امال احنا عندنا ايه؟ عندنا جاردد اسمه ري امبلوي اهو. يبقى انا هنا في الريكوست بتاعتي اقول له هنا هذا الريكوست بتاعتي اهيت في بتاعت الري امبلوي، بقول له انك هتعمل تشيك على جدول على الايه، على الجاردد بتاعي. الله ينور عليك، حلو قوي. واجي هنا زي الشاطر بمنتهى الشياكه كده انادي على الايه، الريكوست بقى كان باقي هنا حرف التي، احنا اسفين اهو، قلت له هنا دلوقتي احنا هنستخدم الريكوست ديت، تعالى كده نضغط هنا كده بس ايه عشان ايه، هذا الكلاس بتاعي وده البابليك فانكشن. طيب خليني احط دي هنا، ننزل دي شويه ونقول له هنا لو سمحت اعمل لي امبورت الريكوست ديت، وهنا دلوقتي هيبدا يفهم الجزئيات بتاعتي، حلو قوي، كلام جميل. طيب بمنتهى الشياكه كده ما دام عملت جاردد هنا والكلام ده كله، معنى ذلك ان هيحصل اوزنتيكيشن صح؟ فبالتالي الموديل بتاعي بتاع الري امبلويه مش عارف ان انا هعمل اوزنتيكيشن. الله ينور عليك، احلى حاجه انك سابقني في الخطوات، وده في حد ذاته كويس. شايف الادمن ده كل اللي عليه هقول له اكستندد للاوزنتيكيتابل اهو، اجي هنا في الري اقول له انا عايزك تعمل لي اكستند لي الاوثنتيكيتابل ديت عشان اوثنتيكيتابل، عشان في الحاله دي انا بفهمه ان ده بيحصل عليه عمليه اوثنتيكيشن. قال لي كلام جميل، حلو قوي كده. انا ظبطت عندي هنا فانكشن اسمها ستور وعندي فانكشن اسمها ديستروي، كلام جميل. معنى ذلك ان انت عملت دولت، يبقى بالتالي اللي هيحصل عندك ايه؟ الله ينور عليك، عندك ركز، عندك راوت، حلو قوي. يبقى احنا نيجي زي الشطار بمنتهى الشياكه كده نروح رايحين نروح على الراوت عندي على نظام الاوزنتيكيشن. انت مش كنت عامل نظام اوزنتيكيشن هنا للادمن وكنت عامل الدكتور؟ اه هتعمل له واحد كمان للاوزنتيكيشن
هنا. طبعا هي لها طريقة تانية، بس انا يعني برضو يعني بحب دايما يكون كل حاجة مترتبة الاوثنتيكيشن الخاص بيها. تمام. هاخد هنا الاوثنتيكيشن بتاع الري امبلويه عشان يبقى انا كله تمام عندي هنا. ادي الري امبلويه اهوت، عملت قلت له لوجن ري امبلويه، هيبدأ ينده على الكنترولر، هيسألني. ركز بقى في اللعبة دي، لما جيت اعمل امبورت سألني، بيقول لي الري امبلويه ده عبارة عن اتنين كنترولر، انت عايز اضمن لك مين فيهم؟ انا دلوقتي شغال على الاوثنتيكيشن، فبالتالي بقول له الكنترولر هتدخل جوه الفولدر بتاع الاوثنتيكيشن. كلام جميل. وقلت له هنا انك هتروح على الجيست، وده اللوجن ري امبلوي، وده اللوج اوت. كلام جميل، كلام جميل. لغاية الان كده يا باشا حرفيا انت عملت انجاز تاريخي. كلام جميل، عملنا شغل كبير وما شاء الله يعني وصلنا لحاجة كويس. كلام جميل، كلام جميل. هنيجي زي الشطار هنا بمنتهى البساطة، نروح رايحين على الريسورس، على الفيو، على الداشبورد، هلاقي عندنا حاجة اسمها اليوزر، في نظام الاوث هلاقي عندي حاجة اسمها الساين ان. تعالى كده نعمل تسجيل خروج عشان نفهم ايه اللي احنا عايزين نعمله. انا عايز لما اضغط لوجن هنا ايه اللي يحصل؟ يجيب لي هنا التسجيل مثلا مريض او اللي هو قسم الاشعة. كلام جميل. يبقى انا هاجي هنا في الساين ان بمنتهى الشياكة كده اهو، هذا الساين ان، انزل تحت. خلينا مثلا نقفل دول عشان ما نحسش ان الدنيا كبيره اهو. احنا كان عندنا ايه؟ كان عندنا يوزر وادمن ودكتور، صح؟ تعالى كده ناخد دي كوبي كده زي الشاطر اهو، الفولدر بتاعها. طبعا بالنسبه للفولدرات دي برضو عايز اقول لك ليها اكتر من تريكه واكتر من لعبه، بس انا بقى واحد من الناس بحب اشتغل بطريقه منظمه شويه، لك حريه الاختيار فيها. طبعا انا شارح الجزئيه دي في كورس المدارس، تقدر تستفاد منها لو حابب ان انت تغير الطريقه دي. تمام. قلت له هنا ريسورس، هذا الداشبورد، عندي هنا في اليوزر اوث ساين ان. كلام جميل. في الساين ان هنا انا هاخد بس ال 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 الفورم بتاعت الساين ان على طول، بس ايه اختصارا للوقت، هي نفس الفورم اللي فوق بالظبط يعني. تمام. انا اخدتها هي، تعالى نفس الفورمة، قلت له الدخول كموظف اشعة، وطبعا ده الاي دي بتاعه، وما انساش ان انا هنا اقول مثلا ممكن اجي هنا. طبعا قلت لك انت بتشتغل كنترولر، بتشتغل ترانسليشن، اسف. هنا مثلا اقول له موظف اشعة مثلا. كلام جميل. وقلت له هنا ان الادمن بتاعك هتنادي على الجزئية دي. تمام. تعالى نعمل ريفرش، تعالى نعمل ريفرش. حلو قوي. نيجي هنا اهو بقى موظف اشعه، لاحظ هنا الدخول كموظف اشعه، ممتاز. بدا يفهم الايه الجزئيه بتاعته. قلت له انك هتروح على اللوجن دوت ري امبلوي، فين يا باشمهندس اللوجن دوت امبلوي؟ اهو، ما انت هنا دلوقتي اهو، انت مش في عندك هنا لوجن دوت امبلوي، مش احنا عاملينها على، هتروح على الستور، هيبدا هنا دلوقتي يعمل ايه؟ الله ينور عليك، هيبدا يعمل يتحقق، لو تمام هيبدا يراوت، لو مش تمام هيحصل مشكله. كلام جميل، حلو قوي. انا بقى دلوقتي المفروض لو هو عمل اوزنتيكيشن صح، ايه اللي هيحصل؟ هيروح على الداشبورد بتاعت مين؟ بتاعت الامبلويه. الله ينور عليك. طب انا اصلا عندي داشبورد بتاعت امبلويه؟ لا، ما عنديش داشبورد بتاعت امبلويه. يبقى انا زي الشاطر كده بمنتهى الشياكه اعمل جزئيه، وهي كترتيب في الراوت. احنا مش كنا عاملين هنا للدكتور عاملين له راوت خاص بيه والباك اند خاص بيه؟ تعالى نعمل واحده زي دي كمان لمين؟ الله ينور عليك، لبتاع الري امبلوي. طب نعملها منين يا باشمهندس؟ هنيجي بمنتهى البساطه، نروح على الاب، وبعد كده نروح على البروفايدرز، هنلاقي عندنا حاجه اسمها راوت سيرفيس بروفايدر، صح؟ حلو. شايف دي؟ خدها كوبي كده زي الشاطر، اسف، وتعالى هنا هنغير اسمها. طيب برضه هقول لك على تريكه دلوقتي واحنا ماشيين، هقول لك يعني هفهمها لك برضه، ولك حرية الاختيار فيها يعني. خليني بس ايه اجي هنا في الاب، في اتاكد بس انا في البروفايدرز، في الراوت سيرفيس بروفايدرز كنت مسميها هنا ري امبلوي. طبعا لسه احنا هننشئ الفولدر ده اللي هو الري امبلوي. في بعض الناس بتعمل ري راوت ميدل وير ويحط اسم الاوثنتيكيتور، يعني مثلا يروح عامل كده او يو مثلا، اقول لك مثلا ميدل وير او يو تي اتش، وروح عامل كده. بس انا واحد من الناس بحب اسيبها ويب، واحب ان انا العب في الجزئيه بتاعت الراوت نفسها.
لك حرية الاختيار فيها. تمام تمام هاجي هنا زي الشاطر، اروح على ريسورس، على او اسف على الراوتس. خلينا مثلا ناخد بتاع الدكتور كوبي، ونرجع هنا كده نقول له مثلا على سبيل المثال غير لنا الفولدر دي، خلينا اسمها ري امبلويز مثلا، او خليها امبلوي. تمام تمام وضغط هنا اوكي واقول له موافق، وما تنساش ان انا هنا في البروفايدر اشيل حرف الاس ده عشان يبدا يفهم المسار بتاعي. تمام تمام في الراوت سيرفيس بروفايدر اقفل بقى كل الكلام ده لو سمحت، وعندي في الاوثنتيكيشن او في الساين ان خلاص احنا عرفنا هو هيروح فين، كلام جميل. وعندي هنا ادي الداشبورد بتاعتي هنا. طيب اول جزئيه تعالى كده ندخل على دول، سيبهم طيرهم خالص كده مش محتاجينهم، احنا بس فكرتنا في الداشبورد بس. دي الداشبورد بتاعتنا، اللوكاليزيشن ديت عادي ممكن ما نضمنهاش. طيب في عندي هنا الراوت بتاعنا، خلينا بقى نظبط الداشبورد بتاعتنا. الراوت بتاعنا لو روحنا على الاب او نروحنا على ريسورس على الامبلوي، هذا الداشبورد بتاعتنا هظبطها بشكل افضل، نفس الداشبورد بالظبط بس اختلفت حاجات. ايه هي؟ قلت له داشبورد ري امبلوي، هتروح على داشبورد دوت داشبورد، هتلاقي فيه هنا البتاع، ولسه هنحط الفولدر بتاعنا. وقلت له اللي هيقدر يزور الداشبورد يكون من نوع اوثنتيكيشن للري امبلوي، يعني لازم يكون موظف اشعه. كلام جميل كلام جميل. معنى ذلك ان انت في الداشبورد هتلاقي في عندك فولدر هنا اسمه داشبورد امبلوي دوت داشبورد. طيب نروح نجيب بقى الفولدر الجميل بتاعنا ده، دي داشبورد انا خدتها كوبي من بتاعه الدكتور وعدلت عليها ليس الا، ولا عملت اي اختراع. كلام جميل حلو. هروح على المشروع بتاعي واقول له هنا اسف معلش في الريسورس، طبعا التنظيم بقى نظم انت كيفما تشاء. تمام قلت له هنا داشبورد، هلاقي عندي هنا حاجه اسمها داشبورد امبلوي، خد لي الفولدر ده كده خده لي كوبي وروح لي على المشروع بتاعي، على الريسورس، على الفيو، على الداشبورد هنا، تعالى هنا حطه لي هنا. ادى الداشبورد بتاعتي هي بتاعت الموظف الاشعه اللي لسه هنظبط الدنيا عليها. يبقى احنا كده بالبلد يا باشا، كده مبدئيا احنا روتاتنا سليمه والدنيا سليمه، لو الامور كلها تمام هيبدا يرى. طب باشمهندس استنى سؤال بس معلش. نعم. هو دلوقتي الري امبلوي ديت هيعرف منين؟ ما انت بتقوله داشبورد، في عندك يو ار ال او كونستنت اسمه داشبورد دوت ري ري امبلوي، اللي هو فين ده باشمهندس بقى؟ اهو مش انت عملت هنا، عملت الفولدر ده هنا اهوت اهو، ده المسار بتاعك. كلام جميل كلام جميل. تعالى كده نقول بسم الله الرحمن الرحيم، نعمل ريفريش ونشوف هل فعلا هو هيدخل ولا مش هيدخل. طيب نقول له دخول كموظف أشعة، وكان عندنا الموظف ده كان k@yahoo.com، وقلنا له الباسورد بتاعنا 1 2 3 4 5 6 7 8، مش عارف هو من 1 ل 8 والله ما انا فاكر. نجرب ونشوف لو دخل على الداشبورد بتاعة الري امبلوي يبقى احنا صح. حلو بسم الله ما شاء الله، دخل هنا على الداشبورد اسمها ري امبلوي وقال لي ويلكم ري امبلوي عشان يعرفني. طبعا لسه احنا الداشبورد دي لسه هنلعب فيها لعب وهنعمل فيها شغل على مستوى عالي قدام. تمام تمام. طيب هيتبقى عندنا جزئيه واحده بس، ايه هي؟ في عمليه تسجيل الخروج، لو جيت خرجت من دلوقتي كده ركز مش راضي يخرج. ليه ليه يا باشمهندس هو مش راضي يخرج؟ طب هقول لك على حاجه. نعم خلينا الاول قبل اي حاجه قبل ما نخرج، تعال كده نروح هنا على ندخل على المشروع بتاعنا، وهدخل بالادمن. انا هدخل ادمن، يعني معنى ذلك ان انا فاتح فوق موظف اشعه وادمن. كلام جميل كلام جميل. تعال نروح هنا على الادمن بتاعنا، ادمن، وكان اسمه ادمن على ما اعتقد من 1 ل 8، خلينا نتذكر 1 ل 8. خلينا نشوف، ما كانش من 1 ل 8، كان كام يا جماعه؟ طب خليني اروح من ده لان كان محفوظ عندي افضل، انا فاكره يعني بتاع الادمن كان محفوظ عندي هنا، وهنفتح من هنا. طب برضو مش هيفتح معانا عشان اللوجن، ماشي. طيب ما هو لان احنا ما عملناش لوج اوت. طب نجرب الادمن بتاعنا كان 1 2 3 4 5 6 7 8 على ما اتذكر، او لا لا كان ادمن ات جيميل، صح كان ادمن ات جيميل 1 2 3 4 5 6 7 8، ونقول له هنا ساين ان. طبعا لسه هنظبط بقى الكلام ده كله، اتقل قدام كل الكلام ده والشكل والاستايلات ده هتتغير وهنظبط الدنيا كلها. نهمنا برمجتنا الاول اهم
شيء، وبعد كده كل الستايلات دي هنظبطها في الاخر خالص، بنرتب بقى المشروع بتاعنا ونشيل كل الملفات اللي محتاجينها واللي مش محتاجينها والفلام دي كلها. طيب بص يا ريس، انا دلوقتي فاتح من الادمن صح؟ لو جيت دلوقتي اخدت ده كده كوبي زي الشاطر ورحت هنا على اللوجن، انا هنا فين؟ في الادمن، وحبيت ان انا ازور الداشبورد بتاعت الري امبلويي، في اللحظه دي لاحظ راح مرجعني على مكاني. ليه؟ لان الداشبورد بتاعت الري امبلويي ما ينفعش يزورها غير الناس اللي عامله اوزنتيكيشن ري امبلويي. حلو قوي. طب دلوقتي عكست، يعني الري امبلويي حب يدخل على الداشبورد بتاعت الادمن، لاحظ راح مرجعه برضو على الداشبورد اللي تخصه. في الحاله دي يبقى انا ماشي صح. طيب يتبقى عندي عمليه اللوج اوت بس. حلو قوي، هاجي هنا زي الشاطر اقفل دي ونروح على الروح على الريسورس على اللو على الفيو على الداشبورد. عندي في اللي اوتس هنلاقي في عندنا حاجه اسمها مين هيدر. كلام جميل. ادي المين هيدر، تعالى انزل تحت خالص في المين هيدر هنا. انت كنت بتقول له لو هو ويب اعمل كذا، لو هو كذا اعمل كذا، else والا روح على الدكتور. خلاص يبقى احنا مش هنقول له else، امال هنقول له هنا ايه؟ هنقول له else if زي ما احنا هنفضل نمشي else if لغايه ما نشوف هنتبقى معانا كام جاردد. الله اعلم هنعمل كام جاردد لغايه دلوقتي. هقول له هنا سي مثلا لو else if دكتور هتروح على الدكتور. تمام تمام. هنيجي بقى هنا نقول له هنا else والا، يعني انت ما جربتش كل الكلام ده، يبقى اخرك حل واحد ان انت هتدخل موظف اشعه. نسيبها لغايه من ايه ما نرجع ليها في وقت من الاوقات. يبقى احنا دلوقتي هنقول له else والا هتروح على اللوج اوت دوت ايه بتاع قسم الاشعه. طب معلش نروح نفتكر اسمه، كان في الريسورس في هنا كان اسمه ايه؟ كان اسمه لوج اوت دوت ري امبلوي اهو. قلت له لو سمحت يعني انت لو ما عملتش اوزنتيكيشن من كل دولت بعد اذنك اخرج من الجزئيه دي. تمام تمام. يلا تعال نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونشوف تسجيل الخروج هيخرج معانا ولا لا. لو جينا هنا قلنا بسم الله، خلينا نعمل تسجيل خروج. قلت له هنا تسجيل خروج، قلت له تسجيل خروج بسم الله الرحمن الرحيم، عمل تسجيل خروج معايا تمام زي الفل. ونشوف صفحه الادمن هل فعلا الادمن شغال ولا لا، مش هيتاثر باي شيء لان انا عامل تسجيل خروج من الاوزنتيكيشن اللي يخصني انا بس. ده كان درس النهارده، اتمنى يا رب يكون الدرس عجبكم. ان شاء الله باذن الله في الدرس الجاي هنظبط بقى الداشبورد بتاعت موظف الاشعه ونبدا نحط له الكشوفات بتاعته وهنعمل فيه شغل كبير ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.